عليكم وتحية للجميع. أخيرا ظهرت النتائج ديال جميع الوليدات اللي كيقراو، كل شيء خدا النتائج، والظاهرة الملفتة هو أنه الطالبات كانوا هما المتفوقات على الطلبة البنيات. الوليدات ما عرفتش شنو داكشي، هادي كيخصها يعني الناس ديال علم التربية وعلم الاجتماع هما اللي يفسروا في هاد الظاهرة، هادي ظاهرة تفوق البنيات على الوليدات. المسألة الأخرى هو أنه هادو اللي نشو ما غنهضروش عليهم، وإنما غادي نهضرو على الوليدات اللي سقطوا. فالكثير من الآباء ما غاديش يعجبهم الحال، من طبيعة الحال كيقول لك أودي كنضرب تمارة، كندير جهدي، ما كنخلي ما ندير، كنوكل، كنشرب، كنصبط، كندير اللي نعطيو فلوس يديروا السويع، ما كنخلي ما ندير، ولكن في الاخر ما كتكونش النتائج مرضية. اللي كيخص هاد الآباء يعرفوه هو أنه كيخصهم يتبعوا وليداتهم، راه ماشي المهمة ديالك انت كأب ولا كأم، خصوصا الآباء، ماشي المهمة ديالك فقط غير أنك تمشي تخدم وتجيب الفلوس وتوفر، لا، وإنما خصك تتبع وليداتك، تشوف اشنو كيديروا، اشنو كيقراو، النتائج، مشي تسول في المدرسة كي داير النتائج، السيرة الذاتية ديالو، التصرف ديالو، مثلا هذاك المول السويعي الا كتعطيه يدير السويع تسولو فين ناقص فين، فهناك هذه كتسمى الرعاية، كيخصك تحضي هاد الوليد هذا وتمشي معاه، لان الاغلبية كما قلت كيقولك اودي انا كنوكل كنشرب صافي، وهنا كيبغي يحيد عليه ديك المسؤولية، بينما المسؤولية كتبقى قائمة على الاباء، راه واخا الوليدات عندهم نصيب من المسؤولية، ولكن المسؤولية الاكبر كتبقى قائمة على الآباء، أنهم خصهم يتبعوا وليداتهم، خصهم يراقبوهم، خصهم يشوفوا النقاط ديالهم، خصهم يسولوا في المدرسة ولا في الإعدادية ولا في الثانوية ولا في، ديما الأب خصو يسول، خصو يقتطع من وقته باش يسول على وليداته ويتبعهم، وإلا بان ليه شي خلل يصلحو، فهنا هذا هو باش من الممكن أن الوليدات حتى هما أو هاد الوليدات اللي سقطوا حتى هما يكونوا في المستوى المطلوب. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرعاية والاهتمام والتربية، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماشي الاب غير كيخرج يخدم يجي، هي الله يحسن العوان، راه بنادم الله يحسن العوان، ولكن رغم ذلك كيخصو يزيد يصبر ويصبر مع وليداتو باش يوصلهم، او على الاقل يكونوا في واحد المستوى اللي كيتمناه هو. اذن الرعاية والاهتمام. تحية لكم.